مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، افتتح وزير الثقافة نبيه شقم في المركز الثقافي الملكي ملتقى عمان الثقافي 15 الذي تقيمه الوزارة الثقافية بعنوان الدولة المدنية بمشاركة عددا من الباحثين العرب والأجانب. تفاصيل أكثر بالتقرير الجاري. مندوبا عن جلالة الملك، افتتح وزير الثقافة نبيه شقم الملتقى الثقافي 15 تحت عنوان الدولة المدنية، والذي شارك فيه نخبة من المفكرين والعلماء الباحثين الأردنيين والعرب والأجانب، حيث يأتي ذلك احتفالا باختيار عمان عاصمة للثقافة الإسلامية. من المؤكد أن الدولة العربية الحديثة لم تكن أبدا دولة دينية بالمعنى الأوروبي. لم تكن الدولة المصرية الحديثة الأولى التي تم تأسيسها على يد محمد علي مطلع القرن 19 دولة دينية بأي معنى من المعاني. ولم تكن المملكة العربية التي سعت الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف الحسين بن علي إلى تأسيسها دولة دينية. ولم تكن الدولة العربية التي أسسها الملك فيصل الأول بن الشريف حسين في دمشق دولة دينية. أكثر من هذا، هناك من يرى أن الدولة العربية الإسلامية حتى في حقبة الخلفاء الراشدين لم تكن دولة دينية بالمعنى الأوروبي، والذي كان من سماتها قيام البابا بتنصيب الأباطرة واضطرار أحد الأباطرة إلى الحضور إلى البابا في ثياب رثة وبدون حراسة في برد الشتاء القارس طالما الصفح كي يعفو البابا عنه لأنه غضب منه وطرده من الكنيسة، وكان معنى ذلك أنه لم يعد الإمبراطور حق الطاعة على رعاياه. لقد حافظت الدولة العربية الحديثة دائما على توازن دقيق بين التزامها بسمات الدولة الوطنية الحديثة التي تساوي بين مواطنيها من ناحية، واحترام الدين وعدم مخالفة أحكامه من الناحية الأخرى. تعرفون أن هذا المصطلح أي الدولة المدنية أخذ خلال الأعوام الأخيرة مساحة كبيرة من النقاشات والجدالات السياسية والفكرية العربية، ولم يأتي ذلك عبثاً أو محض صدفة أو ترفاً، بل جاء لأن هنالك استشعاراً كبيراً لدى نخب سياسية ومثقفين عرب لأهمية بل وضرورة الحديث عن الدولة المدنية بوصفها البديل الموضوعي للواقع السياسي العربي المأزوم. بعدما لسعنا بنار الحروب الداخلية والأهلية وأخطار التقسيمات الطائفية والعرقية والدينية والانقسامات الأيديولوجية والثقافية، فكان لابد من البحث عن الجزيرة الموعودة للخروج من هذا البحر اللجي وللوصول إلى ميناء سلام وإلى أرض مشتركة لنا جميعاً نحن المواطنين العرب. الملتقى والذي يستمر على مدار يومين يناقش العديد من المحاور، أهمها الدولة المدنية، إشكالية المصطلح والمضمون، حيث يتناول هذا المحور الجدليات والإشكاليات في تعريف الدولة المدنية وأضدادها ومرادفاتها. وقد أخذت الدولة المدنية في الأعوام الأخيرة مساحة كبيرة من النقاشات والجدليات السياسية والفكرية والعربية. الآن لو أننا كنا نمتلك نظرية في الدولة بعد الربيع الديمقراطي العربي السني لا تفادينا كثير من مأساتنا، ولكن لأن الإسلاميين والعلمانيين معا لا يمتلكون نظرية في الدولة، هذا أدى إلى هذه الفوضى الجارية في المجتمع العربي اليوم مع الأسف الشديد. الملتقى الذي جمع العديد من المفكرين والباحثين من دول عربية وأجنبية أكد على تحرير مفهوم الدولة المدنية وإخراجه من حيز الاستقطاب والخلافات وفهمه وإدراك مضامينه ودلالاته وتطبيقاته العملية والشروط الواجبة للوصول إلى تجسيده عملياً.